الملك محمد السادس يغادر مدينة الحصيمة. غادر الملك محمد السادس زوال يوم أمس الخميس مدينة الحصيمة، وقد قام الملك الأسبوع الماضي بزيارة إلى مدينة الحصيمة، حيث حضر برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن بعدما قدم من مطار تطوان ثانية الرمل. أمضى الملك محمد السادس أسبوعا في منطقة الساحل الجميلة المعروفة بسكور، حيث اختار أن يقيم في وسط خيمة ملكية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وقد غادر المدينة حسب المصادر التي أتت بالخبر.